طيب تعالوا بقى اخدكم لقصه احنا كنا متابعينها في 7 دي سبورت هنا من فتره، لكن في رد فعل حلو للاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي بيعلن، الاتحاد الاوروبي لكره القدم طبعا، بيعلن عن نظام او الشكل الجديد لدوري ابطال اوروبا بدايه من النسخه المقبله بالمناسبه 2025 اللي هي 2024 2025 النسخه اللي جايه على طول. هم لغوا نظام المجموعات بشكلها الحالي اللي هم 32 فريق على 8 مجموعات، دي اتلغت. ليه بقى؟ عشان يزودوا الفرق. دي كانت النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في الفتره اللي كنا بنقول فيها دوري السوبر لو حد فاكر. يعني احنا هنا قلنا ان دوري السوبر ده مشروع تجاري يعني، وقلنا شرحنا ساعتها دوري السوبر ده بيختار الفرق ازاي. لكن دوري او دوري ابطال اوروبا دلوقتي مشروع عايزين يشاركوا فيه 36 نادي، يعني زودوا حوالي 5 انديه في مرحله دوري ابطال اوروبا. دوري المجموعات اللي هو كان بيبقى كل فرقه بتلعب فيه 4 فرق واللي هم بتلعب 3 مباريات بس رايح جاي، لا دلوقتي الموضوع اختلف، بقت 8 مباريات، 8 فرق هيلعبوا بعض مش رايح جاي، لا انت هتلاعب 4 ماتشات رايح و4 ماتشات جاي من 8 فرق دول على ارضهم، ويعني 4 على ارضك و4 بره ارضك، بدل من مواجهه 3 انديه بس انت بقيت هتواجه دلوقتي 6 مباريات ذهابا وايابا. وهيتم تصنيف الانديه دي بالتقسيم الى 4 اوعيه، هيلعب كل فريق مع خصمين من كل وعاء، واحد على ارضه والتاني بره ارضه، يعني مش ماتش رايح جاي، لا هتلاعب فريق على ارضك وفريق بره ارضك. المقعد الاول النادي الحاصل على المركز الثالث والمركز الخامس، دي المقاعد الاضافيه. الاربع انديه الجداد اللي هيخشوا، يعني احنا دلوقتي هنزود 5 انديه، فالاربع انديه الجداد اللي هيخشوا مين بقى؟ المركز الخامس والسادس في البطوله. قائمه الوصول اللي هيتم تحديدها من خلال تصنيف معامل الاتحاد الاوروبي لكره القدم للانديه، ده المقعد الاولاني. الثاني بقى البطل المحلي من خلال زياده عدد الانديه الى 5 عبر جولات تاهيله، ده اللي هي تصفيات التاهل يعني، اللي هي التصفيات التاهيليه يعني. طيب الثالث والرابع الاتحادات اللي تتمتع بافضل اداء جماعي لانديتها في الموسم السابق، ودي كلمه عايمه برضه، اي معامل الاتحاد للموسم السابق واللي هيعتمد على اجمالي عدد النقط للنادي اللي حصل عليها كل نادي. طبعا دي ده كلام برضه عايم شويه يعني، هو فيها تقييم مختلف. الشكل الجديد مرحله خروج المغلوب، تعالوا نقول مرحله خروج المغلوب، هيشهد تصنيف جميع الفرق معا في دوري واحد، وهيتم تحديد المتاهلين الى مراحل خروج المغلوب بناء على الترتيب العام في الدوري الجديد، مع استمرار تطبيق نظام 3 نقط طبعا للفوز ونقطه واحده للتعادل. هتتاهل اول 8 فرق مباشره لدور ال 16. طيب الباقيين بقى هنخش بقى هنا لحد كاننا رجعنا للنظام القديم بقى خلاص، انما اللي قبل كده عشان نزود عدد المباريات وعدد الانديه، لكن اللي جاي ده خلاص زي النظام القديم، دور ال 16 عادي هيتنافسوا الفرق اصحاب المراكز من ال 9 ل 24 في مرحله خروج المغلوب بمباراتين لحسم التاهل، بينما الفرق اصحاب المركز من ال 25 ل 32 هيتم فصلها مع عدم التاهل للدوري الاوروبي. احنا كنا بنشوف اللي بيطلع من الشامبيونز ليج بيروح للدوري الاوروبي، لا اصحاب المركز من ال 9 لل 16 دول هيواجهوا اللي كانوا هيخرجوا دول اللي هم من المركز ال 17 لل 24 مع قائمه المباراه الاياب على ارض اصحاب المركز المقدمه المراكز المتقدمه يعني، والفائز هيتاهل لدور ال 16. من دور ال 16 بقى تلعب بنظام الخروج المغلوب عادي خالص كانك كنت في الشامبيونز ليج القديم، المباراه قبل النهائيه في منتصف الاسبوع مع ادراك اهميه التقويم المحلي للمباريات في جميع انحاء اوروبا، طبعا اللي هم الفرق اللي بتلعب الحد مثلا والكلام ده، بينما هيتم لعب النهائي يوم سبت، وهيتم اجراء تغييرات على الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر الاوروبي اعتبارا من 24 و25 سنه 24 و25 هيتم هتضم كل يعني كل مسابقه من دول هتضم 36 فريق. بالنسبه لشكل الدوري الاوروبي 8 مباريات وبالتالي 8 متنافسين مختلفين في مرحله الدوري، بينما في دوري المؤتمر الاوروبي 6 مباريات وبالتالي 6 خصوم مختلفين، دي في مرحله الدوري. مباريات دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي هتقوم تقريبا من سبتمبر ليناير بالظبط يعني، بينما مباريات دوري المؤتمر الاوروبي هتقوم من سبتمبر لديسمبر. هيكون طبعا هناك اسبوع حصري واحد لكل بطوله على حداها على ان تقام المباريات دوري ابطال اوروبا في الميعاد الطبيعي العادي، ويوم الثلاث والاربع من الاسبوع الحصري طبعا هم بيلعبوا ثلاث واربع دوري ابطال اوروبا، ويوم الخميس او الثلاث بيتلعب دوري الدوري الاوروبي يعني، ودوري المؤتمر بيتلعب يوم الخميس من كل اسبوع، وفي الاسبوع الحصري هيتلعب الدوري الاوروبي ويوم الاربعاء والخميس، بينما دوري المؤتمرات يوم الخميس فقط. وبالمناسبه بالنسبه لليوم الاخير من كل مرحله من مراحل الدوري هيتم لعب جميع المباريات في وقت واحد. النظام ملخبط شويه انا عارف، يعني هو النظام ملخبط شويه لكن هنشوف في التنفيذ ازاي. انت عليت
انت هو طبعا الغرض منه زياده عدد المباريات لان ده دخل، وهو عايز يحبط مشروع دوري السوبر، هو بيزود الدخل على الانديه وبيحبط مشروع دوري السوبر. ده الهدف من ان دوري ابطال اوروبا من 32 فريق ل 36 فريق، بيزود عدد الفرق وبيزود عدد المباريات، في لعبكه شويه في الشكل اللي هيتلعب بيه الماتشات، وان انت ما بتلعبش بقى الاول كن المجموعه اربعه، الاول كان المجموعه اربعه كل فرقه بتلعب ثلاث ماتشات رايح وثلاث ماتشات جاي ست مباريات، لا دلوقتي في نظام دوري كده في الاول ثمان فرق وكل فرقه هتلعب ماتش رايح وماتش جاي، مش دوري صغير يعني، هيبقى في دوري صغير قبل دوري ابطال اوروبا، هو الدوري من ثمان فرق لكل مش مجموعات بقى يعني، ده دي كده دوري فعلا ثمان فرق ده كتير قوي يعني، بس هو الهدف منه ان انت بتزود عدد المباريات عشان الفرق تتربح اكتر، ما هو زياده عدد المباريات يعني بس يعني حضور جماهيري يعني حاجات كتير يعني تسويق، كل ده في النهايه بيوصلك لان انت تزود الماتشات عشان تزود الدخل يعني، لكن ده بيضغط على اللعيبه والله، اللعيبه مش مكن، في لعيبه كتير في اوروبا بدات تشتكي من موضوع المباريات الكتير دي، انت كده بتضغط على اللعيبه في اوروبا بالمناسبه، وبتضغط على عمر اللاعب، خلي بالك اللاعب كان ليه عمر، وكمان اللاعب ده بيلعب مع المنتخبات، انت بتتكلم على لاعب بيلعب مع المنتخبات وبيلعب مع النادي بتاعه مباريات كتير بقى دلوقتي، ودوري محلي ودوري بطولات اوروبيه وكاس، وهيلعب منتخب كمان مع كل ده، ده مش شويه يعني، ده اللعيبه هترتاح امتى بقى دلوقتي؟ امتى راحت الفرقه؟ وامتى راحت اللعيبه دي؟ الراحه السلبيه هتبقى قد ايه من المواسم اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ هنشوف مع بعض يعني.